أقام الصلاة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ دمونز قائمة ول ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم دمونز قائمة ول ولي ذو صرف منز نذا ولي حتى تأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم دا ذي وجهنا شتم منز بداس الطريقة باندي وكي لك سنجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كده دي الصلاة تنقسم إلى قسمين فريضة ونافلة منز دو قسمة دي يو فرزة أو يو نفل دي الفريضة الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم وليلة فرض منزونه دا پنځه وخت منزونه دي چې شپه ورځ کې مسلمان کوي نعم وصلاه الجمعه في كل اسبوع او د جمعه منز هر جمعه پورس لابد ان تؤدى الصلاه الصلوات المفروضه الخمس وصلاه الجمعه مع الجماعه على كل رجل بالغ عاقل لازمي خبره دا چې پنځه وخت منزونه او د جمعه منز هر عاقل بالغ مسلمانو کې نعم ولا تخلف عنها نسال الله عافيه السلام عن صلاه الجماعه الا منافق ظاهر النفاق والله اعلم او نرست کیږي د دې جماعت د جمع د مزنه مگر منافق چخکاره منافق وی والله اعلم.